هذه الإنجازات الكبيرة في تحرير هذه المناطق وخاصة مناطق شقنا البار في اللوجة والقرمة والسقلاوية، ذئبت القوات العلمية وخاصة قيادة فوق 14 في تنظيف كافة المناطق من العبوات الناسبة وكذلك المخلفات الحربية التي تركها داعش إرهابي، وهذا متأتي بالتعاون ما بين هذه القوات والمواطنين الموجودين وكذلك العناصر الاستخباراتية التي أبدت جهد كبير في سبيل الحصول على هذه الأكداس. حقيقة الفوج الثاني لواء 52 فوق 14 بجهود مشكورة وبتعاون مع الاستخبارات العسكرية والمواطنين عثر على الكتر الكبير الذي يتألف من 160 جلكان كعب وناسفة وكذلك أكثر من 130 مصدر أيضا معدة وكذلك قذائف أخرى في منطقة الحراريات تم العثور عليها بعد جهود من أجل تنظيف هذه المنطقة وتكون جاهزة لاستقبال وخاصة عمال معامل الإسمنت والحراريات الموجودة في هذه المنطقة. سيد قائد فرقة 14 راح يحدثنا عن تفاصيل هذه العملية. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. أكيد يعني هذه جهود مباركة، هذه ثمرة انتصارات مثل ما تحققت انتصارات في راوة، أيضا اليوم في مقر قيادة فرقة 14 حققوا انتصارات من خلال يعني رفع هذه مخلفات الإرهاب، كيف تمت العملية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالبدايه طبعا مبارك للسيد رئيس الوزراء وكل قيادتنا وكل شعب العراق على انتصارات اللي حققتها قواتنا والحشد الشعبي لتحرير اخر شبر من اراضينا اللي هي منطقه راوه. هذا الواجب هو كان مكمل لكل عملياتنا اللي جرت ضمن قاطع المسؤوليه الفرقه 14 الصقلاويه والفلوجه والقرمه في يوم 14/11، كان اللي عندنا معلومات من مدير الاستخبارات العسكري ومصادرنا عن وجود كدس كبير لداعش الارهابي اللي كان هذا يفخخ بها مناطق المسؤولية. فحقيقة عثرنا على هذا الكدس مؤلف من 160 جليكان هذا شوفوه أمامكم و 130 مصطرة وتقريبا 3-4 قذائف مدفعية ثقيلة. ضمن معلوماتنا هذه المنطقة احنا كنا ماسحينها، لكن هذا كان كله مدفون تحت الأرض وخزين إلى داعش الإرهابي. حيث كان العدو ينوي في هذه الأكداس إخلاق أو يعني وضع خطة لبلبلة أو وضع خطة لترويع المواطنين وخلق ثغرات أمنية كان من الممكن أن يسبب بخسائر بين صفوف المدنيين والمواطنين، ولكن التعاون والتنسيق العالي بين مديرية الاستخبارات والأجهزة الأمنية بكافة صنوفها تم إخلاء هذه المخابئ، وهناك خطة معدة لغرض تنظيف المناطق من العبوات المزروعة والمخابئ. حيث استطاع أبطال الفوج الثاني لواء مشاة 52 قيادة فرقة المشاة 14 من العثور على أكثر من 160 عبوة ناسفة. هذه الانتصارات التي تتحقق هي نتيجة للتعاون مع أبناء هذه المناطق والمعلومات التي يدلون بها لأبناء قواتنا المسلحة البطلة، ونتيجة أيضا للجهد الاستخباراتي الذي كان له الدور الأساس والأكبر في تحرير هذه المناطق وفي القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وفي إعادة الأمن والأمان إلى هذه المناطق وعودة النازحين، وأيضا وبالتالي يتم إعادة الخدمات وبالتالي يتم طوي صفحة تنظيم داعش الإرهابي. لم تبقى منهم سوى نفاياتهم بعد أن انتهى الإرهاب وطويت صفحاتهم. هذه مشاهد الانتصار تؤكد بأن جيش العراق قد سحق زمرهم. من مقر لواء 52 سلام ربيعي إلى وزارة الدفاع.